مشاهدينا أهلا بكم، نقدم لكم في هذا الفيديو أفضل 10 طائرات هليكوبتر هجومية في العالم. تعتبر الطائرات المروحية الهليكوبتر المصدر الأكثر فعالية في الخدمات اللوجستية والحروب وأغراض الإنقاذ هذه الأيام، وقد ساعدت تلك المروحيات منذ ظهورها الأول في الحرب العالمية الثانية ومن خلال حرب فيتنام وحتى يومنا هذا على إحداث تحول مثير في ساحة المعركة. أردنا أن نقدم لكم فيما يلي أفضل 10 طائرات هليكوبتر هجومية في العالم اليوم، والتي يتم تصنيف حسب قدراتها وإمكانياتها وطيرانها وخفة الحركة والسرعة وقوة النيران والإمكانيات بحسب ما أفاد موقع ويندرليست. المركز الأول AH-64D Apache Longbow. من المعروف أن الطائرة بوينغ 64AH Apache هليكوبتر هجومية صممت لتكون أبرز وأقوى نظام مضاد لأسلحة المدفعية في حرب الخليج، وهي مصممة لأداء مهامها القتالية ليلاً أو نهاراً. وفي ظل الظروف الجوية السيئة تم تصميم أباتشي خصيصاً لتلبية المتطلبات الصارمة من خطة الهجوم الهليكوبتر في الجيش الأمريكي، وتم تجهيز أباتشي بأحدث التكنولوجيا الإلكترونية ونظم مكافحة الحرائق، وتتميز بقوة نيران رهيبة حيث يمكن تحميلها بعدد 16 صاروخاً AGM-114 Hellfire و76 صاروخ جوجو 70 ملم أو مزيج من الاثنين معا، بالإضافة إلى 1200 جولة عيار، جولة عيار 30 ملم لمدفعها الآلي 230 أم. المركز الثاني كاموف كي 50 الملقبة بي القرش الأسود. هي طائرة الهليكوبتر الهجومية الروسية الصنع ذات مقعد واحد مع نظام الدوار المحوري المميز الذي ابتكره مكتب كاموف للتصميم في الثمانينات، وتم اعتماد دخولها للخدمة في الجيش الروسي في عام 1995. تم تصميم هذه المروحية لتكون صغيرة وسريعة ورشيقة لتحسين فرصتها للبقاء على قيد الحياة والفتك بالأعداء ولتحقيق الحد الأدنى من الوزن والحجم وبالتالي أقصى سرعة وخفة الحركة. أصبحت فريدة من نوعها بين مثيلاتها حيث يقودها طيار واحد. تم تصميم 50 KA هوكوم الروسية بحيث يمكن أن تحمل 24 صاروخاً فيخر وأربع قرون صواريخ 20 جولة أو مزيجاً بينهما، كما يمكن لها أن تحمل الصواريخ جوجو أتشر من طراز 73 آر 21 AA، الأمر الذي يجعل منها تهديداً قوياً جداً ضد طائرات الهليكوبتر الهجومية المعارضة. يتم تركيب مدفع 30 ملم 42 A2 أيضاً عليها، وسرعة هوكوم هي الأعلى حيث تصل إلى 350 كيلومتر في الساعة، ولها دائرة نصف قطرها في القتال 250 كيلومتر. المركز الثالث MA-28H Havoc. يطلق حلف شمال الأطلسي على MA-28 خراب أو هافوك، وهي هليكوبتر روسية الصنع تناسب جميع الأحوال الجوية ليلا ونهارا جنبا إلى جنب لكونها مزودة بمقعدين فقط. وهي مروحية هجومية مضادة للمدفعية، لا يوجد لديها أي قدرات ثانوية لنقل الجنود، وتم إنتاجها بشكل أفضل من إصدار ميل MA-24. تم تزويدها ببندقية واحدة أسفل مقدمتها إضافة إلى الأحمال الخارجية التي تحمل على أبراج تحت أجنحة المؤخرة. المركز الرابع أوروكوبتر تايجر. تم تصنيع يوروكوبتر النمر الهليكوبتر الهجومية بواسطة شركة يوروكوبتر في ألمانيا، وهي المعروفة باسم النمر في فرنسا وإسبانيا، وهي مدعومة بمحركي MTU توربو ميكا رولز رويس 390 MTR توربيني. المركز الخامس AH-1Z فايبر. تعد AH-1Z فايبر قادرة وذات مرونة متعددة المهام
وتعتبر في المجمل من أهم طائرات الهليكوبتر الهجومية. وAH-1Z Viper طائرة هليكوبتر هجومية ذات محركين على أساس السوبر كوبرا AH-1W Viper التي تم تطويرها لحساب مشاة البحرية الأمريكية، وتتميز بمروحية رباعية الشفرات بالارون مان بيري وبنظام دوار رئيسي مركب ونظام نقل مطور ونظام جديد لرؤية الهدف. وAH-1Z هي جزء من برنامج التطوير H-1 وتسمى أيضا زولو كوبرا في إشارة إلى حرف البديل لها. المركز السادس A-129 T-129 إيطاليا تركيا. تم تصنيع وإنتاج الطائرة المروحية الهجومية أغوستا A-129 مانغوستا في الأصل لدى أغوستا في إيطاليا، وكانت هذه أول طائرة هليكوبتر هجومية ومصممة بالكامل في أوروبا الغربية. تعتبر طاي أغوستا ويستلاند نسخة مشتقة من A-129، ويرجع الفضل في تطويرها إلى الصناعات الفضائية التركية طاي مع أغوستا ويستلاند كشريك أساسي. المركز السابع AH-1W سوبر كوبرا. تعتبر هذه الهليكوبتر هليكوبتر هجومية ذات محركين على غرار AH-1 كوبرا التابعة للجيش الأمريكي، وتشمل عائلة كوبرا التوأم AH-G1C كوبرا و AH-T1 و C كوبرا المعدلة وسوبر كوبرا AH-1W. المركز الثامن AH-3 روفايل دانيال روفايل. هي هليكوبتر هجومية مصنعة من قبل شركة دانيال في جنوب إفريقيا، وتعني كلمة روفايل في اللغة الأفريقانية الصقر الأحمر، ولا تستخدم القوات الجوية في جنوب إفريقيا سوى 12 دانيال 2 AH روفايل الهجومية، على الرغم من أنها يبدو كأنها آلة جديدة تماما. وتستند روفايل إلى درجة من الهندسة العكسية الخاصة بشركة بوما إيروسباسيال حيث تستخدم نفس المحركات والمروحة الرئيسية. المركز التاسع هندي MA-24 ميل-124 هي طائرة هليكوبتر حربية كبيرة الحجم، وهي هجومية وتستخدم أيضا لنقل القوات بقدرة منخفضة، حيث تتسع لثمان ركاب، وهي أول طائرة هليكوبتر تدخل الخدمة مع القوات الجوية الروسية كطائرة هجوم ونقل وقتال في آن واحد، وتعتبر نظيرا قريبا لأباتشي الأمريكية AH-64. ولكن على عكس هذه وغيرها من طائرات الهليكوبتر الهجومية الغربية، تتميز بقدرتها على نقل ما يصل إلى 8 جنود. المركز العاشر Z-10. تعمل المروحية الهجومية من طراز Z-10 في الخدمة مع الجيش الصيني منذ عام 2008، وتتميز بتكوين حربي معياري، حيث أن جسم الطائرة ضيق وقمرة القيادة مرتفعة، يجلس رجال المدفعية في المقدمة بينما يقبع الطيار في المؤخرة. وتتكون أسلحة Z-10 من مدفع 30 ملم وصواريخ موجهة مضادة للدبابات من طراز 9 HG ممثلة لتو 2A وصواريخ مضادة للدبابات HG-10 مطورة حديثا مماثلة لبئة 14 AGM Hellfire وصواريخ جو TU-90، ويمكن أيضا أن تحمل قرون صواريخ غير منفتحة. شكرا لكم للمشاهدة. إذا أعجبك هذا الفيديو اضغط على زر اللايك، ولا تنسوا الاشتراك في القناة حتى تدعمونا. شكرا لكم.